أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة التي تحمل عنوان مهلة الصدر نافذة نحو توافقات السياسية. حتى وقت قريب كانت التناحرات السياسية قد بلغت ذروتها قبل أن يعلن الصدر عن إعطائه الفرصة للإطار الشيعي بتشكيل الحكومة خلال فترة 40 يوما التي مضى منها الكثير. واليوم بالانتظار هو السيد انتظار الموقف بالنسبة للشارع العراقي الذي ينتظر من القوى الشيعية للإطار الخروج بتشكيل الكتلة الأكبر التي تنبثق منها الحكومة والتي لطالما تنتظر الجماهير تشكيلها كون المشهد السياسي لا يتحمل المزيد من التأخير بإعلان الحكومة. طبعا وسط مخاوف من الذهاب إلى حكومة طوارئ حيث الخيار الذي يأمل العراقيون أن لا تقف عنده آخر نقطة للعملية السياسية في وقت يرجح فيه المراقبون للشأن السياسي أن الذهاب لحكومة طوارئ أمر مستبعد ولا يمكن حدوثه كون الأطراف الشيعية تبحث عن مخرجات حقيقية للأزمة حتى وإن اشتدت حلقات الخلافات فيما بينها. إذن مشاهدينا هذه التداعيات نناقشها في حلقة اليوم مع ضيوفي الأكارم السيد قاسم الغراوي الكاتب والمحلل السياسي. استاذ قاسم مرحبا بك. حياكم الله. اهلا وسهلا. حياك الله. ايضا استاذ صباح زنجنا رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين. استاذ صباح مرحبا بك. اهلا ومرحبا. ابدا مع جنابك. السيناريو المتوقع من القوى السياسيه بعد مهله 40 يوم اللي يعني نطاها السيد الصدر للاطار لتشكيل الحكومه، شنو شكل السيناريو المقبل واحنا نقترب على نهايه هذا الموعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفك الكريم أستاذ قاسم ولجمهوركم الأكارم. لا شك أن العملية السياسية هي تبنى على عملية صراع ولي الأذرع والضرب من تحت الحزام أحيانا، بالتالي عندما تكون حجم المنافسة تصل إلى عمليات بمفهوم الضرب وبمفهوم الذي يعملون دائما أنهم يحطموا الطرف الآخر من أجل أن يبقى هو أو الطرف الثاني باقيا على منصة السلطة. لهذا أعتقد بأنه مفهوم انعدام الثقة سيولد بأن الأزمة ستبقى أطول من الفترة الحالية، أي أنها ستتعدى هذه الفترة 40 يوم، وباعتبار أن الإطار يقول أني لست ملزما بفترة 40 يوم والتيار الصدري قد ألزم الإطار هذه المدة. ماذا سيحصل بعد ذلك؟ الذي سيحصل ستكون هناك ضغوطات كبيرة من قبل الشارع العراقي. الشارع اليوم يعاني من كثير من المشاكل المالية والمشاكل الصحية وكذلك مشاكل تتعلق بعدم إقرار الموازنات التي ممكن أنها تغير من واقع ارتفاع أسعار الوقود قد يحصل في المستقبل، وكذلك المشاكل الأخرى المتعلقة وهي مسألة الأمن الغذائي الذي إلى حد الآن لم يتم إنضاجه ووضعه ضمن القرارات السيادية، ومشكلة البطالة ومشاكل أخرى متعلقة. هذه المشاكل السابقة هي ستنعكس خلال هذه الفترة المقبلة، وأعتقد بأن حجم التظاهرات ستزداد في المرحلة المقبلة. بعد شهر رمضان سنشهد يعني نوع من التظاهرات الصاخبة، باعتبار أنه ما نشاهده اليوم في عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع بشكل عام، نجد أن هناك اختناق مجتمعي. الاختناق السياسي ولد الاختناقات المجتمعية، بالتالي لنفكر بالأعمق بأن ليس فقط السياسي هو من سيتحكم بإدارة القرار، قد يكون المواطن أيضا سيتحكم بإدارة القرار. ما يعني أن القوى السياسية اليوم هي مدعوة لأن تنهي الأزمة، وأما إبقاء هذه الأزمة صحيح سوف تبقى في الإطار الحزبي وفي بعض الأطر الكيانات وغيرها تكون هناك صراعات ولي أذرع وضرب من تحت الحزام. هناك ما يتخوف من أن يحول الشارع الضرب من فوق الحزام، وهذا ما نخشاه ونأمل أن لا يتحقق في المستقبل. تمام. أستاذ قاسم أرحب بك من جديد. مثل ما ذكر أستاذ صباح يعني انعدام الثقة حاضرة، تناحرات ما زالت موجودة بين الكتل السياسية، أين تتجه العملية السياسية؟ يعني هل هذا يعني أنه لا انفراج للمشهد السياسي؟ تحية لك والأستاذ صباح المحترم ولمتابعيكم الكرام. الحقيقة استياء شعبي واضح وإخفاقات سياسية رافقت عملية التفاوضات بعد انتهاء الانتخابات وما شابه من اعتراضات ومظاهرات واعتراضات على النتائج. لم تتوصل الكتل السياسية إلى نتيجة مرجوة وإلى نقطة تلاقي لإنهاء مشكلة كيفية إدارة الدولة. فالبعض يعني العرف السياسي كان مستمر على التوافق السياسي منذ 2003 ولحد الآن، وطرح سيد مقتدى الصدر أربك العملية السياسية بصورة عامة، وهو طرح مفهوم الأغلبية السياسية أو الوطنية حسب تصوره.
لذا انشطر، هناك انشطار عمودي للكتل السياسية حسب المكونات، هناك انشطار للكتل الشيعية، وهناك انشطار للكتل السنية، وانشطار للكتل الكردية، وهذا واضح جدا. فالحلف الثلاث الحقيقة هو من تصدر المشهد السياسي وابتدأ من تشكيل رئاسة البرلمان، وكذلك في محاولة لترشيح رئيس الجمهورية، لكن هناك عقبات وضعها الثلث الضامن أو المعطل في البرلمان، بهذا عرقل سير وليس هو طبعا المفهوم الخطأ أنه هو يعرقل عملية السياسة، لا بالعكس، ولكن هو يرجو الثلث الضامن يرجو أن يكون هناك تفاهمات وانسجامات بين الكتل السياسية للوصول إلى نقطة مشتركة في حل هذا التقاطع وهذا الاشتباك السياسي بين الكتل السياسية والوصول إلى نقطة تفاهم. شو نقطة التفاهم أستاذ قاسم؟ يعني إذا حضرتك تتحدث بين طرح السيد الصدر أربك العملية السياسية، من عليه اليوم مراجعة حساباته على الأقل حتى لا نصل إلى مرحلة يعني الانزلاق الخطر اللي تحدث عنه القوى السياسية، خصوصا اليوم في إحدى المحافل الكل تحدث منها ذاهبون إلى يعني مرحلة خطرة، إلى مرحلة الانزلاق السياسي. اليوم كل الحاضرين في إحدى المحافل السياسية فيما يخص حفل لذكرى تأسيس منظمة بدر، الكل الموجودين كل القوى تحدثوا بنفس النظرة وبنفس المنطق. من يتحمل هذا الموضوع؟ من يراجع حساباته؟ وهذا الغريب في الموضوع، إذا كل الشخصيات السياسية المتمثلة في الحكومة والمنظومة السياسية تحدثت بهذا المفهوم، إذن من يعرقل عملية التفاوض وتسهيل مهمة التقاء إلى نقاط مشتركة في إدارة الدولة وذوبان والانتهاء من الفجوة الموجودة بين هذه الكتل السياسية؟ تذكرون حضراتكم باعتباركم متابعين الحقيقة بعد انتهاء الانتخابات الكتل الكردستانية وكذلك كتل السيادة وعزم في حينها قال لا يمكن أن نتجاوز الكتل الشيعية ولا نقبل أن نفرط بواحدة على حساب الثانية، ونتمنى أن يكون هناك تكتل أو إعلان كتلة كبيرة للبيت الشيعي. والحقيقة جرى عكس ما كان يدعون، بدليل أنه السيادة حاليا والحزب الكردستاني الديمقراطي اتفق مع السيد مقتدى الصدر، وبذلك هناك شرخ وهناك انشطار بين الكتل البيت الشيعي. الحقيقة الإطار التنسيقي يركز على نقطة مهمة، وهي أنه يعلن الكتلة الأكبر مع السيد مقتدى الصدر مع التيار الصدري حتى لا يضيع حق الكتلة الأكبر ممثل المكون الشيعي. هذه نقطة كلش مهمة، وبإمكان السيد مقتدى الصدر يعني أن يشكل حكومته على أساس، والمفترض أن يحصل الإطار ومن معه إلى لجان رقابية في البرلمان حتى يتابع عملية الحكومة. السيد مقتدى الصدر لما أعطى المهلة 40 يوم أعتقد لا يستطيع الإطار التنسيقي أن يشكل حكومة بالتفاوض مع بقية الكتل للأسباب التالية. أولا باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة هم في حلف مع السيد مقتدى الصدر، يعني كيف يتفاوضون بغياب مقتدى الصدر؟ ومقتدى الصدر شرط أنه ما يدخل التيار الصدر في هذه المفاوضات، هذا واحد. ثانيا الإطار التنسيقي لا يقبل أن يشكل حكومة دون التيار الصدري، يعني هو مصر أنه يكون التيار الصدري ضمن الإطار المكون الشيعي والكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة. أما تقسيمه عجز الإطار التنسيقي نعم في تشكيل هذا الرأي؟ لا، هو ممكن يعني يشكل حكومة إلا بالتوافق مع الكتلتين كبيرتين موجودة في الحلف الثلاثي، وأعتقد هم يرفضون. وحتى أن لم يرفضوا فالإطار التنسيقي مصر أن يكون مقتدى الصدر جزء مهم من تشكيل الحكومة وجزء مهم من إعلان الكتلة الأكبر. وأعتقد السيد مقتدى الصدر يعني وضع عقدة في هذا المجال. وضع هذه العقدة وهذه التعجيز اللي خلاها اليوم بطريق الحراك السياسي والحوارات، لماذا أعطى السيد الأربعين؟ نعم يوصل رسالة الحقيقة، هو وضح يعني في أكثر من رسالة وأكثر من تغريدة أنه إذا لم تستطيعوا تشكيل الحكومة فلا داعي أن تعرقلون تشكيل الحكومة وتمرير رئاسات. نعم نعم، هو يقول ممكن أنا أذهب للمعارضة إذا شكلت حكومة، هو هذا ما طلع في تغريداته، وممكن إذا ما استطعت تشكيل حكومة فأنا أتولى هذا المهمة ومرر رئاسة الجمهور ورئاسة الوزراء أفضل مما يكون هناك يعني سوء تفاهم وعدم التواصل بين الكتل السياسية. المفترض بين الكتل السياسية الحل الوحيد هو الجلوس على طاولة
مستديرة للرؤساء الكتل السياسية والوصول إلى حل، وهو أعتقد ما يؤكد عليه الإطار هو التوافق كما جرت عليه العادة، بحيث غالبية القرارات هو بالتوافق وتمشية الأمور بالتوافق، ومعارضة أيضا موجودة لكن ليست بالمستوى المطلوب. تمام أستاذ صباح، يعني إذا الإطار حتى اللحظة يتحدث عن الكتلة الأكبر ويذهب يعني بحواراته مع التيار على أنه فقط فيما يخص الكتلة الأكبر اللي راح ترشح رئيس الوزراء، وضروري يكون هذا رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر اللي هي الكتلة الشيعية. طيب شنو المشكلة إذا باختار السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء محمد جعفر الصدر وهو رجل شيعي لكن بعيدا عن الكتلة الأكبر، هذا مو استحقاق مكوناتي؟ ليش ما يعترف فيه الإطار بهذه الطريقة؟ يعني لاحظي أنه أس المشكلة في التي حصلت ما بين الإطار وما بين التيار أنها هي ليست بجديدة، يعني حتى نقول بأن هناك حصل مثلا إرباك في الوضع بعد أن طرح مفهوم الأغلبية. المشهد كان معقد قبل ذلك، يعني حتى المشهد الداخل بيت الشيعي وبيت الشيعي ومع التيار الصدري كان هذا المشهد معقد وهناك تأزمات كبيرة جدا، بل بالعكس أنا أرى بأن المرحلة الحالية هي المرحلة الذهبية، وكما قال أحد سياسي الإطار بنهاية تعتبر مرحلة ذهبية أنه الإطار اجتمع وأصبح لديه رأي واحد مشترك، لا أن يكون هناك تشظي مثل ما كان عليه في السابق. يعني هنا اليوم هي تعتبر الفرصة الذهبية أن الإطار ينضج قراراته ويتجه إلى التيار الصدري ويبين النقاط، ما إذا كان يرغب بالسيد جعفر الصدر باعتبار السيد جعفر الصدر هو يمثل من حيث النشأة والتولد، هو يمثل والده، يمثل أب الروحي لنشأة الحزب الدعوة، وأيضا في الجانب الآخر هو يمثل صلة قرابة مع السيد مقتدى الصدر، عندها ممكن أن تكون مسألة القناعة من عدمه. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه تضارب في وجهات النظر وتضارب في القرارات أسهمت في ظهور أفكار جديدة، ما أربك المحللين من أين تتجه البوصلة. لاحظي عندما نستمع بأن هناك تقارب، حصل التقارب وقالوا بأن هناك تقارب كبير بين السيد مقتدى الصدر وبين السيد المالكي، وأسسنا على أن هذا التقارب سيولد الانسجام، فوجئنا بعد يومين بأن هناك مهلة من قبل السيد الصدر. أصلا رجعنا إلى مرحلة الجمود بين الطرفين. دخلنا اليوم في لا كان هناك مرحلة جمود ومرحلة اليوم هناك، يعني هنا مرحلة الارتباك التي حصل، يعني مرحلة الارتباك التي اليوم نشاهدها هذه المرحلة هي تعتبر مرحلة خطيرة. الجمود ممكن أننا نتجه ونقول سهم البوصلة أين تتجه أو يتجه السهم، لكن في مرحلة الارتباك لا يمكن أننا نستطيع أن نقول بأن هذا سيحصل بالفعل أو ذاك لا يحصل. لاحظي عندما تحصل الأمور في أي اشتباكات، تحصل في مشاكل معقدة، لا يمكنك اليوم أنك تحددي وتقولي المشكلة هنا أو هنا، لأن عند الفوضى لا يمكن أن يأتي المحلل برأي دقيق وصائب. ولكن عندما تسكن بنسبة 60% أو 50% أو على يعني بنسبة معينة ممكن أننا نقول. في شهر رمضان كنا نتوقع وأيضا هذه جزء من الاستشارات التي أعطيناه لبعض الأخوة من كلا الجانبين، من أنكم ما دام هذا الشهر هو يمثل شهر الفضيلة، شهر العودة إلى الله، الشياطين مغللة، الأنفس ممكن أنها تكون فيها روح التسامح، نأمل منكم نقطتان. النقطة الأولى أنكم تبتعدون عن المناكفات السياسية في شهر رمضان، لأن الإعلام الأصفر في شهر رمضان يحاول صناعة الأزمة ونحن في أزمة، إذن هو تأزيم المتأزم. النقطة الثانية التي أردناها أنهم يحاول أن تكون هناك نوع من التزاور، يعني أي الدعوة إلى الإفطار وغيرها، هذه ممكن أنها تكسر الجمود وتهدئ من النوع، تهدئ من الإرباك، وأيضا تخفف من حجم التصعيد الحاصل بين القوة، وممكن إشارة بسيطة ممكن من هذه القوة بدعوة إفطار، والوقت موجود أمامنا بعد 15 يوم، أمامنا بعد موسم يعني ولادة أو وفاة الإمام علي عليه السلام، وهي دعوة أيضا للأخوة عبر فضائيتكم أنه لنستفيد، الإطار ليستفيد من وفاة الإمام علي واستشهاد الإمام علي عليه السلام، بتكون هناك زيارة إلى النجف بعد أن يزور الإمام علي عليه السلام، تكون هناك التقاء بسماحة السيد مقتدى الصدر، وبالتالي تكون هناك إن شاء الله بهاي السهولة. لا لا مو بهاي السهولة، يعني لا 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 لا، أنا أقول لك يفتح بابه لكل مثلا
وفد وفي اي مناسبه ممكن لا هذه هو صدر اذا يعني يريد يستقبل احد ما نحتاج الى مناسبه. لا هو بالعكس يعني بالساده الاطار يعني احد الاخوه في الاطار او الشخصيات الكبيره في الاطار ولا نريد ان نذكر قال بان المبادره الاولى التي اطلقها السيد مقتدى الصدر قال تعالوا لي الى الحنانه وانا ما عندي مشكله، صار رفض من قبل البعض، قال اذا صار رفض اني اجي لبغداد، ما المانع اذا كان هناك دعوه من قبل الاطار بدعوه السيد مقتدى الصدر يقول تعال حتى يعني بالخطوط الحمراء لدى الصدر لك. يعني ممكن تتحرك بهذه الطريقه ممكن هو عدم يعني حتى في الازمات احمر يعني قبل ايام احنا كنا يعني سبب في جلسه الصلح لمتخاصمين يعني كان مجرد انه كانت دعوه على الافطار وقعدنا وهذا صارت مو فد شيء صعب. ما دام انا قلت لك يعني لكي لا ننعتق عن الاطار الديني، هناك امور دينيه تقول بان افضل الامور افضل الاشياء ممكن انك تصلح بين متباغضين في شهر رمضان وقبل عيد الفطر، هذه كلها تعتبر من الامور ليس المصلحة لا تحتاج الى مناسبات دينيه او روحانيه يعني. لا انا اقول لك لا يعني عفوا حتى لا نتخطى هذه النقطه المناسبات الدينيه نحن اسنا ديني، الاطار ديني، التيار ديني، كلهم دينيون، بالتالي عندما نتحدث إليهم نتحدث باللغة التي هم يؤمنون بها، لا أن نتحدث بلغة خالية من الدين ونقول لا أنتم بعيدون جدا عن المتبنيات. والحديث عن المصالح يعني أبد ما تخلي أي دور للدين في التحاور. أستاذ صباح يعني اليوم يقولون أكو يعني بالأروقة السياسية أكو حوارات بشكل سري، ممكن أطراف في التحالف الثلاثي تذهب إلى الحوار اليوم مع الإطار يعني ما عدا التيار بالتحالف الثلاثي ممكن يتحاورون اليوم سريا مع الإطار؟ يعني التحالف أو القوة خلي نقول القوة الكردية والقوة السنية ممكن أنها تقترب إلى الإطار، هذا الشيء ممكن، أنا أقول لك ممكن لسبب واحد أنه حصلت لديهم تجربة كثيرة وكبيرة جدا طوال المرحلة السابقة، وهذه التجربة نجمت الكثير من الفائدة للأطراف السنية والأطراف الكردية. اليوم عندما حصل الخلاف بين السيد حاكم الزاملي وبين السيد الحلبوسي ربما هذا الخلاف إلى حد قبل أيام حصل تطور بأنه هناك محاولة من قبل التيار لإقصاء القوة السنية وربما إقصاء القوة الكردية، وهذا ما روج له بشكل كبير جدا حتى استرجعوا المخاوف على أنفسهم من أن التيار ممكن أنه قد ينقلب على هذه القوة في يوم من الأيام. التيار رفض هذا المفهوم وقال بأنه هو لا يريد أن يعمل بعنوان مصارعة الثيران أو شيء من هذا القبيل باعتبار أنه هو يقول العملية السياسية تبنى على أساس الأخذ والعطاء والشد والجر ليس لا. لكن التخوف من قبل القوى الكردية وبخاصة يعني البارتي أو الديمقراطي يتخوفون من أن العودة إلى الإطار أيضا ربما تعيد إليهم المشاكل التي حصلت في عام 2012 عندما أصبح أراد أن يحصل احتدام بين قوات دجلة وقوات حمرين، وربما تعود إلينا الذاكرة أيام السيد العبادي عندما تم يعني تحرير كركوك كما يسمونه، كان هذا أيضا جزء من الأمور التي يتوجس منها الكرد. لهذا عندما قلنا الكرد والكرد علينا أن نتحدث، في السابق كان الكرد هم يمثلون بيضة القبان، اليوم المستقلون هم يمثلون بيضة القبان. لا أدري لماذا في الإعلام يتحدثون الإطار والتيار والكرد ويتحدثون عن السنة والحلبوس وغيرهم ولكن لا يتحدثون عن القوى المستقلة التي هم ربما أكثر من 50 مقعد، هذول ممكن هم اللي يشكلون بيضة القبان ويعني يغيرون القرارات السياسية والسيادية. تمام أستاذ قاسم، شو رأيك بالتحالف الثلاثي اليوم؟ كيف يبدو لك بعد الخلافات الحاصلة بالتحالف الثلاثي، أبرزها الخلاف الحاصل ما بين السيد الحلبوسي والسيد الزاملي، هل هذا سيؤثر على قوة التحالف الثلاثي؟ أنا بس العفو عندي مداخلة أو إضافة الحقيقة، بالنسبة للسيد جحفر الصدر ماكو خلاف عليه، بس الاعتراض كان من قبل بعد اتصال السيد مقتدى الصدر بالسيد المالكي يلا ما عندنا معنا بس الإطار موجود وكذا، فكرة الإطار أنه يلتقون بس بالسيد جحفر الصدر يشوفون برنامجه منهاجه كذا ويسبق هذا لازم إعلان الكتلة الأكبر من مكون الشيء، هذا الشرط أو هذا ما مخض أن الإطار التنسيق يقول لنا الكتلة الأكبر كمكون شيء حتى لا يضيع حقنا وسط هذه التناقضات وسط هذه المؤامرات، وبعدين نتفق لابس أن جعفر الصدر لابس شخصية يعني معروفة ولا تاريخه، والده الشهيد معروف أيضا ولا تأثير وبصمة في الحركات السياسية الإسلامية بالعراق، ونشوف برنامجه شنو ما عندنا مانع. مشكلة هذه مو فد مشكلة الحقيقة. طب هو يعني تنصيب السيد جعفر الصدر كرئيس الوزراء
هذا مو هو بحد ذاته يعني اعتراف بالاستحقاق الشيعي لرئاسة الوزراء، يعني هذا اي طبعا طبعا الا وهي الكتلة الأكبر. لا هو الاختيار رئيس الوزراء ما بيه جدل، هذا هو لابد ان يكون من المكون الشيعي. هذا يعني ما مختلفين عليه، سواء يعني رشح الإطار او السيد مقتدى الصدر، ماكو مشكلة عليه. مشكلة لابد ان تعلن الكتلة الأكبر، يعني من خلال متابعتنا للسياسيين وتأكيدهم على النقطة هذه، يقول الكتلة الأكبر لابد أن تعلن من الشيعة فقط باعتبارها تمثل مكون الشيعي، لا أن تعلن الكتلة الأكبر من أقلية يعني عدد من تيار الصدري زائد السيادة. تتحدث تقول إحنا ما عندنا كتلة أكبر اليوم، يعني وفق نتائج الانتخابات الأخيرة. صحيح. كل قوة وطنية. لا بس التحالف الثلاثي يعتبر أعلن عن نفسه هو الكتلة الأكبر، بحيث راح تيار الصدري جزء. لا أقصد كتلة مكوناتية يعني. لا هو المحكمة الاتحادية قالت بعد انتخاب رئيس الجمهورية بإمكان أن تعلن عن نفسها الكتلة الأكبر. تيار الصدري يقول أنا عن الكتلة الأكبر. والإطار التنسيق ما يريد يدخل بمساجلات ويا التيار الصدري حتى لا يفقد خطوط التواصل معه ويعقد الأمور والمشهد. طيب إذا علن التيار الصدري الكتلة الأكبر هو كتيار كتلة أكبر، مو تيار شيعي؟ طبعاً كتيار هذا شيء أثر على الإطار. لا مو هو يعني على المكون لا ما يقبلون الحقيقه، ولا ممكن ان يقبلوا السياسيين. يقول لك انت مو لوحدك تعلن يعني نفسك ان تعبر عن كتله الاكبر، انت جزء من حلف ثلاثي، اذا رقمك قياس الارقام انت مو قليل. خلينا نعلن احنا اللي عددنا حوالي بال 170 180 هالشكل مكون الشيء، لان احنا الكتله الاكبر دائما في بعد الانتخابات حتى لو تاخذ طريقك انت ماكو مشكله، شكل حكومه ما عندنا مشكله، احنا نريد حقنا يبقى مضمون ضمن الدستور ضمن العمل السياسي ان نعلن عن الكتله الاكبر هو الشيعه، يعني اذا يطلع جزء من الشيعه ويشكلون تحالف مع باقي المكونات راح يعني دوره دورتين ثلاثه يضيع هذا الحق. زين اختلاف في الرؤى يعني اختلافات شكليه لو جوهريه هذا الاختلاف؟ لا هو اولا السيد مقتدى الصدر من يعني يؤكد على الاغلبيه الوطنيه، واعتقد او السياسيه يعني هو دورات يعني نقول وطنيه او سياسيه. هو الحقيقه من وجهه نظري حتى هو ما مقتنع راح تنجح الاغلبيه في اداره دفه سلطه امام يعني معارضه حتى وان كانت ايجابيه او سلبيه في نفس الوقت، ولكن اعتقد الشارع لن يستقر، يعني هذا اذا طلع السيد مقتدى الصدر بالمعارضه وشكل الحكم الاطار ما اعتقد يعني على اقل تقدير هناك مظاهرات وشارع يغلي. يغلي السؤال يتحدث عن عقل يعني الشارع ونفس الوقت اذا خرج يعني الاطار اعتقد له تاثير بالساحه ولا يعني مريده له يعني اكو جماهير مؤدلجه للتيار الصدري الاطار التنسيقي دول يعني يتاثرون ويتحركون حسب ما يواجه حركاتهم السياسية من مواقفهم في المساحة المقررة السياسية في داخل البرلمان. ثم هنا مثل ما تفضل الأستاذ صباح يعني المستقلين حاليا هم يعني بيضة القبان، بحيث لما مدى يدخلون هم يعني من خاطبهم السيد مقتدى الصدر بالحضور لإكمال النصاب حتى وإن لم يصوتوا لصالح رئيس الجمهورية ويريد يكمل النصاب أولا، وبالتالي ممكن أن ينجح ترشيح رئيس الجمهورية وتنتهي المشكلة العقدة، بحيث رئيس الجمهورية يرشح من الكتلة الأكبر بترشيح رئيس الوزراء وبالتالي تشكل الحكومة. إذا هناك يعني تقاطع في مفهوم كيفية إدارة الدولة، لهذا السيد مقتدى الصدر وصل أعتقد خلال فترة وصلوا إلى مقاربات مع الإطار التنسيقي، ولكن تبقى نقاط معينة أعتقد مختلفين عليها، ما نعرف يعني شنو هالنقاط الحقيقة، بس أعتقد ربما يعني في هذه الأيام المباركة توصلوا إلى نتيجة مرضية. تمام. ما جاوبتني على سؤالي استاذ، بالنسبه للتحالف الثلاثي يعني وراء هذه الخلافات اللي حاصله اليوم، هل ما زال بقوته ام بدات يعني انه بدا التفكك في هذا التحالف؟ التحالف الثلاثي الحقيقه يعني هم اضافه للاستاذ صباح، التحالف يعني بالنسبه للحزب الديمقراطي الكردستاني ما يريد يفرط بهذا الحلف لاسباب كثيره. اولا يقدر يمرر يعني بعض المشاريع من خلال وجودهم كاغلبيه وهي ما تخص الاقليم، باعتبار الاقليم عند يعني مشاكل ويا المركز، قانون غاز، مادة 140، منافذ الحدودية، تصدير الغاز، نسبتهم بالموازنة، هواي أمور. ويعتقد هم صرحوا أكثر مرة قبل التلفون ويا التيار الصدري، قالوا إحنا عندنا تجربة سابقة مع الإطار التنسيقي أو مع المكونات عند التيار الصدري، هناك معرقلات يعني في تمرير القوانين، اعتراضات معينة، فهو ما يفرط الحقيقة مع وجود التيار الصدري والسيادة. السيادة طبعاً من خلال ما يعني صرح بعض الشخصيات يعني يقولون
هو التيار الصدري اعتقد نقدر يكون هو اقرب لنا بتمرير بعض القرارات، بعض الاشياء اللي يواجه المكون السني والتي لم يتم التصويت عليها، او ربما يكون هناك احتراط في قضيه مثل العفو العام، قضيه التعويضات، قضيه الكذا. اعتقد وجدوا متنفس في التيار الصدري انه ينسجمون وياه، وبالتالي يعني يحققون بعض المكاسب السياسيه من خلال وزارات، من خلال يعني كثير من الامور. الاطار التنسيقي هناك عنده ثوابت مثل ما يفرط بالحشد الشعبي، ما يفرط بالمقاومه، ضد تواجد القطاعات الامريكيه، ضد يعني هواي امور. الحقيقه هو في اشكاليات وفي تقاطع مع كتله السياده وكتله الاطار التنسيقي، بدليل انه القواعد العسكريه يعني موجودة في الشمال وموجودة في المنطقة الغربية، يحترض الإطار التنسيقي وهو ثابت الحقيقة. وحتى الخلافات مع التيار الصدري في خصوص المقاومة، قالوا نحن ننزع أسلحة المقاومة ونضعها بيد الحشد الشعبي فيما لو انتهى الاحتلال. يعني إذا لا يوجد مكان للاحتلال الأمريكي، لا يوجد سبب ومسبب لوجود المقاومة، سيتم تسليم السلاح إلى الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هناك إشكاليات طبعا، يعني الغطاء القانون الوحيد هو الإطار التنسيقي. لكن يعني السؤال هنا يبقى التحالف الثلاثي متماسك حتى يعني عبور مرحلة الأربعين يوم. الحقيقة إذا هناك اتصالات يعني بين الإطار التنسيق وبين الحلف الثلاثي باستثناء التيار الصدري، باعتبار السيد مقتدى الصدر يعني وقف نشاط التيار الصدري في هذه التفاوضات، ربما تكون حلحلة بالتأثير يعني هؤلاء القطبين المكون السني والكردي على التيار على السيد مقتدى الصدر لإيجاد وسيلة أو طريقة للوصول إلى تفاهمات مشتركة وحل الموضوع برمته. تمام. أستاذ صباح، الكل يتحدث اليوم عن المدد الدستورية، كل القوى السياسية تتحدث متخوفة عن المدة الدستورية، هذه مشكلة أخرى. البلد اليوم كيف يدار، خصوصا نحن اليوم نسمع عن انتهاكات للسيادة العراقية في شمال العراق. هاي حقيقة تخوف من المدة الدستورية للقوى السياسية قادرة على أن تسيطر يعني على هذه الموضوع؟ خلينا نكون واضحين جدا، يعني احنا دائما نشوف حتى تقاطعات تصير وجهات النظر عند القانونيين عن المدة الدستورية، هذه المفاهيم والله أكثرها مطاطية. يعني ما أغلب القوى السياسية ما يؤمنون حتى بالمدة الدستورية، يقول لك لا صارت أزمة، صارت مشكلة وصارت كذا، يقول لك أكو ليش يذكروها يخوفونها بالمحافل من لا أخو، هذا من مثل أكو أمور هادئة ممكن أنه وش وقت ما يريدون. كل القوى بدون استثناء نتحدث اليوم عندما المدد الدستورية هي مطاطية. شلون الدستور هسه إذا أي مواطن عراقي يقرأ الدستور راح يشوف لكل مواطن حق السكن وحرية التعبير وحرية الرأي وكذا، تقول الله العدان عايش بالجنة. وإذا من نجي للتطبيق، وين السكن؟ وين حرية التعبير؟ وين حرية الرأي؟ لابد أنه أكو كل واحد عنده قوة أو كذا يهدد فلان أنه تكلم على فلان راح كتله، والبقية الناس عندهم مشاكل العيش. فيما يرتبط بمسألة انتهاك السيادة، حقيقة هذه نقطة خطيرة جدا. اليوم هذا التحول الكبير في الإدارة التركية للملف البككة والملف العراقي، هذا شيء اليوم يعني ينظر بقاموس بناقوس خطر، باعتبار أنه كان كل المحللين وبما فيهم المتحدث كنا نخشى في حلول عام 2023 أن تنتهي اتفاقية لوزان وتأتي تركيا إلى أن تخترق الأجواء العراقية، لكن تركيا أصبحت اليوم سباقة. بسبب شنو؟ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أشغلت العالم بالكامل. يعني تحدثنا في بعض الفضائيات وقلنا بأن روسيا هي اليوم وأوكرانيا فقط في مجال القمح هم يمثلون 29% من العالم كله. عالميا أنواع القمح كلها صعد، وحتى في العراق يعني صعد 3 أضعاف، وفي العالم أيضا. إذن هذا سبب إرباك في كل بلدان العالم وإشغال في كل بلدان عنه، وحتى العراق. العراق اليوم بعد أن عانى 10 سنوات قتال ضد تنظيم داعش، ضد تنظيم القاعدة، وثمانية أعوام إلى حد الآن ضد تنظيم داعش، وصل إلى حد درجة الانهاك والتعب نتيجة هذا القتال. فهو اليوم من الصعوبة بمكان أنه يقاتل مرة أخرى لكذا سنوات من أجل وقف المد التركي، أو ربما من الآن قد يقول إحنا على شنو نقاتل ولما نقاتل. مع العلم الشعب العراقي هو معروف عنا بالتاريخ، حتى في الكتب السومرية والآشورية القديمة يقولون العراقي هو رجل بطبعه هو مقاتل. يعني بطبع العراقي هو مقاتل، وربما حتى تسمية العراق جاي من العراق وليس من العرب كما يقولون. لكن أقول بأنه بطبيعة الشعب العراقي أيضا تحصل عنده نوع من الارتكاس، والحالة الارتكاسية عند علماء النفسية من أخطر الحالات التي تحصل عند الإنسان، أي أن يقدم بقوة ثم ينسحب بقوة، مثل ما صار في أيام سقوط النظام عندما وجد بأنه الجيش وكلهم أصبح فصم الحذاب في لحظة الإعياء والتعب. احنا لو ما حربنا ويا داعش او معاركنا ويا داعش، والى حد الان مبني على اسس عقائديه ومبني على الفتوى المقدسه، لما كان هذه فتره الروح المطاوله لهذه الفتره. لذا اليوم تاثير دخول تركيا على الخط واجتياح بعض مناطق كردستان
إلى حد هذه اللحظة والصمت المريب لدى أغلب القوى السياسية تدفعنا باتجاه أنهم ينضجوا البيت الداخلي. أولا الكرد سيستشعرون بالخطر، وكذلك سيد مسعود البرزان سيستشعرون بأن هناك خطر، ولابد أنه يستقوي بالقوة الشيعية التي هم يمثلون القوة المقاتلة الشرسة التي لديها قابلية أن يدافعون عن أخوتهم الكرد في إقليم كردستان. هذه نقطة ممكن الاستفادة منها. الشيء الآخر، ممكن القوة الشيعية في داخل سواء كان التيار أو الإطار أنهم يعززوا اللحمة الداخلية باعتبار أن هناك عدو آخر، مثل ما دخل داعش وأنهى الصراعات السياسية لمدة 3 أعوام إلى أن تم إعلان قرار النصر في عام 2017، أنهى هذه المناكفات السياسية، لكن بعد النصر عادوا إلى المناكفات. أعتقد بأن دخول تركيا على الخط سيعزز اللحمة بين القوى، وعليهم من الآن ومن دون أن يدخلوا هذه في مناكفات جديدة من الآن أن يبادروا إلى إنهاء الصراعات، لأن في لحظة دخول القوى الخارجية فيها شاشة دولية موجودة، وعدم وجود الرقابة الأمريكية المنشغلة بأوكرانيا التي تمثل مصير الكبير للمعسكر الشرقي الأمريكي في المعسكر الأمريكي في الشرق المتمثل بأوكرانيا، اليوم الولايات المتحدة ممكن أنها لا تحمي حليفا ولا حتى البلدان الأخرى الجارة ممكن أن تحمي الحلفاء، لأن التخوف سوف يضرب الكل. ومثل ما حصل لإزالة رئيس بالكامل، وكان بايدن يتابع على الشاشة كيف أن هناك قرار إقصاء رئيس وزراء باكستان، هناك رؤساء وزراء أصبحوا يتخوفون من هذه الألاعيب الأمريكية. لهذا هذا الاضطراب الكامل الذي يحصل بالعالم ينبغي على العراق أن يأخذ بعين الحسبان بأن الفيضان الذي فاض في البصرة ربما يعني الفيضان ربما تأتي إلى كل المدن كما يقولون فيضان البصرة، نقول لا، بعد خراب البصرة نقول لا، أنت إذا لم تتدارك الأمر من الآن لا يمكن بعد ذلك أن تقوم للعراق قائمة، باعتبار الهشاشة السياسية ستولد الهشاشة الأمنية وسيولد خسارة العراق من الشمال إلى جنوب. لعلها تداعيات هذه جديدة تدفع القوى السياسية أن تذهب بجدية للحوار. نعم. أستاذ قاسم، يعني فرضيا لو مضى الإطار بتشكيل حكومة توافقية، هذا فرضيا بس من خلال حديثنا ما ممكن الإطار يذهب إلى تشكيل حكومة. نعم. يعني الإطار عاجز، يعني طبعا هذا ما استشفيته من حديث حضراتكم، لكن فرضا لو الإطار بالفعل شكل الحكومة توافقية، شنو السيناريو المقبل وإمكانية أن يذهب التيار إلى المعارضة؟ أكو شيء إمكانية؟ هو السيد مقتدى الصدر طرح، يعني قال شكله أنتم الحكومة وأنا أروح المعارضة. الرجل في تغريدات خلال متابعتنا كإعلاميين طرح هيك الموضوع، شكله أنتم الحكومة وأنا أروح المعارضة. الحكومة راح تشكل، ما هو يعرف يعني الإطار هو عاجز عن تشكيل. طبعاً يعرف، يعني الحكومة ما تتمرر بسهولة، يعني سواء رئيس الجمهورية ما تمرر بسبب يعني عدم حضور الإطار التنسيقي في جلسات البرلمان. طيب كيف يمكن الإطار؟ هو الإطار دائماً ما يتحدث قادة الإطار إنه لا يمكن تشكيل الحكومة إلا بوجود التيار الصدري، والتيار الصدري طبعاً انطى هذه المولة الحقيقة ويعرف كل زين ما راح يشكلون، سواء يعني هم يريدون التيار الصدري أو صعوبة تشكيل الحكومة. أعتقد الأمور يعني لابد أن تذهب إلى رافد واحد، وهو رافد الالتقاء على أساس التوافق بين الكتل السياسية. هذا الشيء الوحيد اللي ينقذ الوضع السياسي الحالي. أما إذا بقى رافد الالتقاء، نعم، التقاء نحو التوافق، التقون نحو التوافق، وهذا ما يعني ما استمرت على الكتل السياسية منذ شكل الحكومة الأولى لحد الآن. يعني طبعا صار خلافات من الفترة، يعني ممكن الصباح. الإطار يعجز التيار ويذهب التيار إلى التوافق، ممكن يعني طبعا يعني. هو مو تعجيز، الإطار اليوم هو عاجز عن تشكيل حكومة توافقية بمفرده أو بعيدا عن التيار، ممكن التيار هو يضغط، هو يضغط ربما أو من خلال ما يطرحه من مبادرات، يعني أكثر مبادرة موجودة، هناك مبادرة للمستقلين، هناك مبادرة للسيد الحكيم، هناك مبادرة لإطار الحاج حسن العامر، هناك أكثر من مبادرة. الحقيقة طرحت المبادرة الأولى لا توجد استجابة من بقية الكتل السياسية، وأكثر المبادرات هي الحقيقة لتذويب الخلاف وردم الفجوة بين الكتل السياسية للتسريع في تشكيل الحكومة. تعتقد أن التيار أو السيد الصدر يعني يستمع إلى هذه المبادرات التي تطرح اليوم؟ يعني وشو المبادرات اللي جاء بها السيد الحكيم وغيره، شنو الجديد بها؟ حقيقة سيد مقتدى الصدر ممكن في تغريدة يعني وعدين الموضوع،
هو احنا نلاحظ خلال متابعتنا بتغريده يعني يتعقد مثل المشهد او بتغريده ينفرج المشهد او بتغريده يضع الحلول للمساله. يعني هسه هذا سيد مقتدى الصدر من انطى 40 يوم توقف العمل يعني في اتجاه تشكيل حكومه او ترشيح رئيس الجمهوريه والحضور البرلمان لمواصله توقف يعني يعني هو فاعل، هو شخص فاعل بتياره في التشكيل الثلاثي، مع هذا ورمى الكره في ملعب الاطار التنسيقي، يعني معناته وصل رساله انتم احترضتوا او انتم عطلتوا جلسات البرلمان لاختيار رئيس الجمهوريه وبالتالي تشكيل الحكومه، اذا سارمي الكره في ملعبكم شكل الحكومه وانا في المعارضه او انا ساصوت. يعني اتذكر هيك تغريده من سيد مقتدى الصدر. اذا الاطار لم يستطيع تشكيل الحكومه سواء يعني من باب يعني شعوره بضروره انتماء او بضروره انضمام التيار الصدري للاطار التنسيقي او بعدمه. اعتقد يعني لا يمكن تمرير يعني الرئاسات وتشكيل حكومه بغياب التيار الصدري، وان صارت مثل ما تفضلت اذا افترضنا جدلا اعتقد الامور لن تستقر في الوضع يعني بتشكيل الحكومه من قبل الاطار التنسيقي، الامور بارباكات بتقاطعات باختلافات. الحقيقه الشارع يكون على اهوه الاستعداد للتحرك ولنصب هذا السؤال اتوجه به للاستاذ صباح، اي المخاوف اليوم حقيقيه ممكن حدوثها مستقبلا وفوق غياب يعني الحوارات والتشنجات الحاصله حاليا، التزمت من قبل اطراف القوى السياسيه سواء التيار او حتى الاطار، شنو المخاوف الحقيقيه اللي نعيشها مستقبلا؟ حكومه طوارئ، اليوم الشارع ممكن يغلي من جديد فيما يخص التظاهرات، واحنا بالفعل يعني سمعنا يعني خروج العديد من التظاهرات في بعض المحافظات، اي المخاوف الحقيقيه اليوم احنا نستشعرها؟ يعني هناك مواقف كثيرة جدا ومخاطر كثيرة جدا. نحن علينا أن نعرف بأن المجتمع العراقي تم تسييس المجتمعات السياسية صارت هي ليست مجتمعات يعني مبنية على أساس المواطنة وحب الآخر إلا ما ندر. بالتالي هناك لكل قوة فئة خاصة به. يعني قبل أيام عندما حصلت ما حصلت من الفتوى التي قالها جماعة السرقي بهدم القبور وهدم الأضرحة، حصل ردة فعل من قبل المواطنين وأغلقوا مساجد وأحرقوا مساجد، ما دفع الآخرون يخرج بتظاهرات أخرى مؤيدة ومساندة. بالتالي هذه جزء من احتقانات كثيرة وكبيرة جدا. نأتي إلى الاحتقان اللي اليوم يعاني من شظف العيش ومن صعوبة الحياة، واحتقانات أخرى متمثلة بعدم وجود العلاجات، واحتقانات أخرى متمثلة بعدم وجود فرص عمل والبطالة وأيضا ارتفاع الأسعار، هذه كلها ستجتمع. هناك الاحتقان الأكبر الذي سيحصل أن المواطن ينتظر بارقة الأمل من القوى السياسية، إذا كان الإطار أو التيار يقول أريد بارقة أمل. هذه البارقة هي التي قد تحضن كل هذه الأمور وتخليها تخف، خاصة إذا صار معها وعود قابلة للتنفيذ وليس وعود ضبابية أو وعود غير صادقة. على سبيل المثال منها ما يتعلق بمسألة خفض سعر الدولار مثلا، أو إنعاش سعر الدينار العراقي على الأقل، أو تعزيز البطاقة التموينية مثل ما قيل، قالوا قبل شهر رمضان راح نعطي حصة رمضان، ها رمضان راح تخلص وما حد ماخذ الحصة مالته، بل وحتى الحصة الاعتيادية هم ما ماخذها. كل هذه الأمور عندما تكون بارقة أمل موجود لدى القوى السياسية ويقول بأن سنحقق لكم هذه الأشياء، ممكن أنها ولو بكلمة ستخفف من غلواء المواطنين. إلى حد الآن كما أنا مراقب وكما يراقب زميلي أستاذ قاسم وغيره من المحللين، نلاحظ بأن هناك ارتفاع من الاحتقان المجتمعي، نسمع منهم في الشارع وفي المقاهي وفي المنتديات وكذلك في السوشيال ميديا. هذا الاحتقان يفترض أن ينظر إليه القوى السياسية بجدية، لأن نفس العملية صارت في قبل أحداث تشرين عندما صعدت درجة الاحتقانات، واجهوا طلبة الجامعات الذين يبحثون عن عقود بالهراوات والماء الساخن، هذا ما ولد الاحتقان وفجر الأمور. أنا أعتقد بأنه ربما سيحصل مثل هذه الأمور مرة أخرى، إذا ما خرج الناس سيأتي بعض الذين هم اعتبرهم مندسين في القوات الأمنية، سيوجهون بالضربات أو ربما يقتلون أحد لكي تعود حركة خلق سيناريو جديد. خلق سيناريو جديد، نعم السيناريوهات هي موجودة. السيناريو السابق بالمناسبة سيناريو تشرين ممكن تطبيقه بالوقت الحاضر، لأن الأدوات
نفسها والمشكلة باقية ولم تتغير والخلافات السياسية نفس السابق أيضا رجع. إذا نفس الأجواء فممكن استعمال نفس الأدوات. يعني التظاهرات ممكن أنه هي التظاهرات هذه علامة يعني لأنه ممكن تتوسع تظاهرات مستقبلا بشكل مرحلة خطيرة. يعني قلت لك أي تظاهر اليوم خلينا نستهين بها أي تظاهرة لأنه ربما هي القشة التي تقصف ظهر البعير. لربما هي شلون نقول لا تحقرن صغير القوم فلربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. ومثل ما يقال معظم النيران من مستصغر الشرر. إحنا هاي مستصغر الشرر خلينا نفكر بين هي هاي الشرارة التي ستولد النيران. لأن يعني كل واحد عنده مشكلة. هذا عنده مشكلة ويا نفسه. هذا عنده مشكلة ويا عائلته. هذا عنده مشكلة ويا الدولار. هذا عنده مشكلة ويا الغلاء المعيشي. هذا عنده مشكلة ويا عدم تلبية الوعود. غيره كلهم راح يصيرون يد واحدة لأنه شنو جمعتنا الأزمة وجمعتنا المشاكل. هذه راح يكون صراع المواطن. أقول عندما يتعامل القوى السياسية بعيدا عن الواقع مثل ما كانوا في السابق مع البيضة بيزنطة يقولون هل الدجاج من البيض أم البيض من الدجاج. تم اجتياح بيزنطة وانتهت وراحت وانتهت الدولة. ليش؟ لأنه الصراع كان خارج أساس المشكلة التي كان فيها المواطنون. نحن اليوم على القوى السياسية أن يفكروا بأنهم اليوم أمام تيار جارف تيار متمثل بالرأي الجماهيري الجمهور الذي يقول أنا دخلت الانتخابات وانتخبت وطلبت مني أن أدخل في قتال فقاتلت وطلبت مني أن أتحمل فترة التقشف طوال السنوات السابقة فتحملت. اليوم عندما أريد أن أبني بصيص من الأمل على ما قلتم لي ولم تبنوا لهذا البصيص سوف تنفرط العقد الذي بين المواطن وبين القوى السياسية وبالتالي سوف ينقلب هذا المواطن على الجانب السياسي. لا أدري لماذا القوى السياسية للحد الآن لم يقرأوا تاريخ العراق جيدا. لم يقرأوا ما حصل في زمن عبد الكريم قاسم وما حصل في زمن عبد السلام عارف وما حصل في زمن نور السعيد وقبل ذلك من الأزمان. عليهم أن يعرفوا الخارطة الزمكانية بشكل ذكي وبشكل جيد وأيضا يقرؤون الجيوسياسية العراقية حتى يعرفوا أين هم اليوم في المعادلة. هل هم على فوهة البركان أم أنهم في سفك دور جميل. المواطن أناقش مع أستاذ قاسم يعني احتقان شعبي وصفه أستاذ صباح. وقبل قليل يعني حضرتكم تحدثتم بأنه المواطن ممكن يتحكم بإدارة القرار. شو راح يشارك المواطن اليوم بوضع حد الأزمة السياسية بأي طريقة؟ تظاهرات فقط؟ يعني طبعا عادة يعني القرارات يعني المنظومة السياسية اللي تصنع القرارات يعني قرارات سواء تخص الشعب وقرارات تخص الانتخابات أو قرارات أي شيء. يعني إذا لم تكن في دفة الحكم لا يمكن أصدار قرار بهذا الشأن. الجماهير الحقيقة الاحتقان الموجود مثل ما تفضل أستاذ صباح الحقيقة يعني الاحتقان موجود طبعا صار 6 شهور بعد انتهاء الانتخابات ولا زال الأمور تراوح مكانها. لا يوجد تطور في المفاوضات. لا توجد حكومة. لا توجد قوانين. قوانين معطلة. الموازنة معطلة. المتأمل أن الشعب العراقي يتأمل خيرا بمسألة الدولار. الأسعار غالية. الموظف مفقودة. البطالة موجودة. يعني هواي أسباب تجتمع نعم تؤدي إلى فوهة بركان تتفجر من فوهة بركان. بإمكان أن يعني تلتقي الجماهير في أي مكان وترفض الواقع وبالتالي هناك يصبح تدخل من هنا أو من هنا وتسير الأمور إلى ما يحمد عقباه. المفترض يعني من الكتل السياسية نعم أن تأخذ بنظر الاعتبار أنه هي جاية من 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 صميم الشعب جاية تعبر عن تطلعات الشعب عن معاناة الشعب وهذا التغيير ليس في صالحها. هذه المرة اليوم الجماهير أي قرار إذا ما حدثت ثورة جماهيرية أي قرار الصنعة الجماهير اليوم؟ يعني إذا ذكر بتشرين طبعا صنعة قرارات وليس قرار. أول شيء قرار أول يعني ضغطت باتجاه إسقاط الحكومة على سبيل المثال. قرار تشرين يعني عطلت الدوام على سبيل المثال. أربكت الوضع المعاشي للمواطنين. سدت الطرق. يعني هو أمور الحقيقة أثرت. لا إحنا عندنا قوة سياسية اليوم قوة سياسية لا ترغب بالذهاب إلى طاولة المستديرة والحوار الجدي اليوم والعمل على مصلحة البلد. اليوم إذا القوة المواطن اليوم الشارع إذا ما اتخذ قرار أي نوع من القرار يأخذه. يعني المرحلة السابقة فيما يخص التظاهرات كانت هي تختلف تماما عن المرحلة الحالية باعتبار اليوم المرحلة الحالية هي هو ما أراده الشارع بالأمس. اليوم شو القرار اللي تاخذه الشارع؟ المظاهرات تأتي من رحم المعاناة. إذا هنا معاناة يعني إذا بغض النظر عن مسألة الأول المواطن من منتظر تشكيل الحكومة غير وراء الحكومة نتائج تخدم الشعب غير هناك قرارات في البرلمان صادق عليها الحكومة أو تنفذها الحكومة.
المواطن يبحث عن منفذ، عن وسيلة ليعيش ببحبوحة، يعيش بكرامة، يعيش كبقية خلق الله في المجتمع. إذا لم تتوفر هذه وتبقى الكتل السياسية تماطل، طبعا ينفجر، ويعني جدحة ممكن ينفجر الوضع، وبالتالي تذهب الأمور إلى مسارات أخرى لا يحمد عقباها، لا يمكن السيطرة عليها، وبالتالي ممكن تستغل الحركات السياسية للضغط على الحكومة، وبالتالي تؤثر على الوضع العام السياسي والمجتمعي. دقيقة المتبقي معك أستاذ صباح زنجاني، إحنا ليش نتحدث يعني عن الحوارات والسجالات السياسية والتشكيلة الحكومية والمدد الدستورية فقط عندما نتحدث عن الإطار وعن التيار؟ يعني ماكو أطراف أخرى ثانية اليوم تشارك بحل هذه الأزمة؟ يعني الأطراف الأخرى هم يعتبرون أن الصراع التيار والإطار هو صراع شيعي شيعي، لا يريدون أن يتدخلوا فيقولوا بأننا سنصبح مع هذه الجهة أو مع تلك الجهة، بالتالي هم يريدون أن ينأوا بأنفسهم عن مسألة الإحراج في هذه النقطة، لأن هو يعلم أنه إذا اليوم كان مع التيار هو لا يريد أن يخسر الإطار، ربما يعود إلى الإطار وربما العكس. لهذا هو دائما يحاول أن يمسك العصا من الوسط ولا يضع نفسه ينحاز إلى جهة دون جهة أخرى. تمام. استاذ صباح زنجاني، تفضل استاذ قاسم. يعني العفو، يعني بالنسبه للاخوه الاكراد ايضا مختلفين، هم سبب ايضا من الاسباب في تاخير عمليه انتخاب رئيس الجمهوريه، باعتبار الاتحاد الديمقراطي يرفض ترشيح الاتحاد الوطني لسيد برهم صالح، ولا لم يلتقوا الى نقطه التقاء باختيار شخصيه غير جدليه وانهاء المشكله، لو اتفقوا لكان اطار صوت على هذا الموضوع مره. تمام. استاذ قاسم الغراوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. استاذ صباح زنجاني رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، شكرا لحضورك معنا. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعه، الى اللقاء.